يا صحفية. دمك ثامن للحرية. دمك ثامن للحرية. دمك ثامن للحرية. دمك ثامن للحرية. واحنا معاكم للحرية. صحفيين 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 حتى تحرير فلسطين. إذا كانت واحدة حتى الحالة الصحفية الفلسطينية نتحدث من بداية العام عن نحو 33 من الزملاء والزملاء والزميلات اللي استشهدوا إضافة ل 102 من بداية الأعوام، بمعنى 135 شهيد وشهيدة ارتقوا، 134 في قطاع غزة وشهيد للضفة الغربية بطول كرم من الحالة الصحفية الفلسطينية. نتحدث عن نحو 100 حالة اعتقال، بقي لها حتى اللحظة نحو 45 بسجون الاحتلال. نتحدث عن عشرات الإصابات الدامية نتيجة الشظايا بالصواريخ والرصاص، البعض قطر أطرافه. نتحدث عن مئات من أفراد العائلات الفلسطينية اللي استشهدوا فقط لأن أبنائهم صحفيين من خلال استهداف المنازل في قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 300 انتهاك له علاقة باحتجاز الطواقم الصحفية ومنعها من العمل، عدا عن الركل والضرب والمنع من السفر ومصادرة وتحطيم المعدات، أشكال عديدة مارسها الاحتلال في الانتهاك والجرائم. استشهدوا البنايات، الأحجار، الطرق، يمكن إعادة تحرير فلسطين. وصحفية